باش حضرتك اسمه سوق المنيب الحضاري، الساعه 5 الفجر بيبدا جمله لحد حوالي 7 الصبح، وبعد 7 الصبح معظم المحلات دي بتفرش بتبيع قطار، يبقى في جميع انواع السمك كلها، في انواع السمك الملح الوقار والدنيس والناجل والشعور والبربون واللوت والقاروص والدنيس والجمبري وشغل العريش برضه، اللي فيه جمبري بيجي من العريش، وفي بقى ملتي بتاع المزارع الفيوم وسمك بتاع بورسعيد، وساعات بيجي سمك من اسوان برضه، بيجي لنا سمك من اسوان يعني فريش بيجي منه القشر الكبير. بنجيب احنا فيليه من فيتنام، بنجيب جمبري من الهند والامارات، ونجيب كاليماري برضو من الصين. والفيليه النهارده عامل مثلا 50 جنيه، الفيليه الابيض، الفيليه الاحمر عامل 40 جنيه، الجمبري عامل 130 جنيه، وفي جمبري عامل 140 جنيه، اسعار برضو مرتاحه كويسه يعني، وفي حاجه ب 160 وفي حاجه ب 180، الكاليماري في حاجه 55 وفي حاجه ب 70، وثبوت الشرايح ب 60 جنيه بيبقى بياخد فتره في التجميد 6 شهور يعني، صلاحيه ليه 6 شهور، والجمبري 8 شهور. شغلة السمك دلوقتي بأمانة، عندنا السمك زمان كان أكلة الفقير، دلوقتي أكلة المقتدر السمك، لأن بجد الأسعار اختلفت دلوقتي، المجمدات يعني كل حاجة بقت مجمدة، أكتر حاجة إحنا دلوقتي بنجيبها من كفر الشيخ البولت والبوري اللي هم فريش، دلوقتي الجمبري مجمد، السبيط مجمد، فيليه مجمد، والأسعار فعلا غالية، ومفيش إقبال دلوقتي على السمك زي الأول، لأن البولت جملته النهاردة 40 جنيه تجاري بيطلع من عندنا من هنا. طب الزبون المستهلك هيوصل له بكام؟ يعني انا راجل تاجر خليه فاتح محل بياخدوا مني ب 40 جنيه البولت، عنده صناعيه وعنده عماله مضطر يبيعه ب 55 جنيه، مفيش اقبال دلوقتي على السمك، بس السمك دلوقتي بامانه خلاص شغله السمك بتنقرض في الاسعار، السردين النهارده ب 50 جنيه، السردين اللي كان اكله الفقير خالص، البولت النهارده بوري ب 80 جنيه جملته، البوري ب 80 جنيه الفريش النمره واحد، طب الزبون هياخده بكام؟